بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة فإنه يقول الله أكبر. هذه مسألتان. المسألة الأولى القيام، وهو ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، إلا للعاجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا أو على جنب، وأما القادر على القيام فلا بد من القيام في الصلاة. وسيذكر الشيخ الأدلة الكثيرة على ركنية القيام في صلاة الفريضة. المسألة الثانية ما يقول افتتاح الصلاة وهو التكبير، بأن يقول الله أكبر بهذا اللفظ لا يجزي غيره، لا يجزي أن يقول الله أجل أو الله أعظم أو الله ربنا أو ما أشبه ذلك، أو الله الكبير أو الله المتكبر، كل هذا ما يجزي في الصلاة. في تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة الإحرام، لأنه إذا قالها دخل في الصلاة وحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير. يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الأكل والشرب، يحرم عليه أشياء كانت مباحة قبل التكبير، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن نية الدخول في النسك في الحج والعمرة تسمى بالإحرام، يعني الدخول في الإحرام يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك. نعم. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه. يجهر بها الإمام، يجهر بها الإمام، لماذا؟ ليسمع من خلفه، لا بد من هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فيجهر الإمام بذلك ولا يأتي بها سرا، إلا إذا كان يصلي وحده فإنه يسر بها، أما إذا كان إماما فإنه يجهر بها، والمأموم يأتي بها بعد الإمام سرا، لا يجهر بها إنما يسرها، لأنه لا حاجة إلى جهره بها. خلاف الإمام فإنه يحتاج إلى أن يجهر بها ليسمع من خلفه. نعم. قال الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير
وسائر التكبير تكبيرات الانتقال أيضا يجهر بها، تكبيرة الركوع، تسميع سمع الله لمن حمده، تكبيرة السجود، تكبيرة الجلسة بين السجدتين، فهذه تسمى تكبيرات الانتقال يجهر بها الإمام ويسرها المأموم. نعم، يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويخفي التكبير غير الإمام لأنه لا حاجة إلى جهره بها. نعم. أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير فمن العلم العام الذي هذا كلام صاحب المتن، ثم بدأ الشيخ يشرح قال أما القيام في الصلاة. نعم. وافتتاحها بالتكبير مسألتان يعني. نعم. فمن العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف، من العلم العام الذي تناقلته الأمة، يعني ما تناقله أفراد، تناقلته الأمة خلفا عن سلف فيكون متواترا، هذا من التواتر، وهو ما تناقله جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته، جماعة عن جماعة. نعم. أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير فمن العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف وتوارثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم رووه عن نبيهم وتوارثوه خلفا عن سلف، يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث إما متواتر وإما آحاد، فالآحاد من فرد به أقل من المتواتر، فرد به اثنان أو واحد أو ثلاثة، من فرد به ثلاثة فيكون هذا يسمى بالآحاد، وهو ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. نعم. وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا من الأدلة، وقوموا هذه الأدلة على القيام، قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا دليل على وجوب القيام في الصلاة. نعم. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقياما هذا دليل على القيام في الصلاة فريضة أو نافلة، لأن صلاة الليل نافلة، ومع هذا قال الله جل وعلا سجدا وقياما. نعم. وقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم يعني في صلاة الخوف فأقمت لهم الصلاة فلتقم، هذا محل الشاهد، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، إلى آخر الآية، الشاهد في قوله فلتقم، هذا دليل على أن القيام في الصلاة ركن للإمام وللمأموم. نعم. وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآيات. يا أيها المزمل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قم الليل هذا فيه دليل على وجوب القيام. نعم. وقال تعالى وربك فكبر، ورب هذا دليل التكبير، وربك فكبر أي قل الله أكبر. نعم. وقال سبحانه وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، تكبيرا هذه تأكيد، وكبره هذا دليل على التكبير في الصلاة. نعم.
وقد روي عنه من حديث الخاصة أنه هذا ما تواتر، وروي في غير المتواتر بالصحيح في الصحاح أحاديث في هذا الموضوع عن أفراد. نعم. وقد روي عنه من حديث الخاصة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير. نعم. علي بن أبي طالب وقد روى عنه من حديث الخاصة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير علي بن أبي طالب. هذا من رواة التكبير. نعم. وعبد الله ابن عمر. نعم. ووائل ابن حجر. وائل ابن حجر. نعم. ومالك ابن الحويرث. نعم. وأبي هريرة وعائشة. وأبو هريرة. نعم. وعائشة. عندكم وأبي؟ عندي وأبي. نعم. خطأ. نعم. وعائشة وغيرهم. هذه رواية الآحاد، ما قبلها رواية التواتر. نعم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، كل هذه الأحاديث الآحاد كلها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. وفي حديث أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال الله أكبر، رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. وهذا أيضا في حديث أبي حميد الساعدي كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، هذا فيه استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وقال الله أكبر بهذا اللفظ لا يغير ولا يزاد عليه ولا يبدل بلفظ آخر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور، الطهور الطهور بالضم يعني الوضوء والاغتسال، فلا تصح الصلاة بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا الاغتسال من الجنابة. فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. تحريمها أي الدخول فيها بالتكبير لا غير التكبير، لا تقول سبحان الله أو الحمد لله أو بسم الله أو ما أشبه ذلك من أنواع الذكر، لا بد من قول الله أكبر. نعم. وقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. المسيء في صلاته رجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له صل فإنك لم تصلي. عاد الرجل وصلى ثم جاء وسلم فرد عليه السلام ثم قال صل فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى الثالثة ثم عاد وسلم فقال رد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي. عند ذلك قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى آخر الحديث، فدل على أنه يكبر عند قيامه للصلاة ودخوله فيها. نعم. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال إذا كبر الإمام فكبروا، هذا حديث آخر، لا إنما جعل الإمام ليتم به،
فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر يعني للإحرام تكبيرة الإحرام فكبروا بعده مباشرة ولا تسبقوه بالتكبير. نعم. وستأتي هذه الأحاديث في غيرها على أن النقل بذلك شاع شياعا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة. افتقروا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة. على أن هذه الصفات في الصلاة شاعت بين الأمة شياعا لا يحتاج إلى نقل الآحاد، فيكون هذا من المتواتر عند الأمة. نعم. فصل. نعم. وأما أن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح. نعم. وسائر التكبير الإمام المتن يقول يجهر بها الإمام وسائر التكبير، يعني يجهر بتكبيرة الإحرام ويجهر بسائر التكبير الانتقالات، سيشرحه الشيخ رحمه الله. نعم. وأما إن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام في جميع الصلوات، نعم، فما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر فليسمعه جهر الإمام بالتكبير والتسميع في سائر الانتقالات في تكبيرة الإحرام وسائر الانتقالات فلأجل أن يسمع المأمومين ليقتدوا به، وهذا في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، يجهر الإمام بالتكبير في الليل وفي النهار، وأما القراءة فإنها يجهر بها في صلاة الليل وتسر في صلاة النهار. نعم. فليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره ويحمدون. هذه هي الحكمة في كون الإمام يرفع صوته بالتكبير، لأجل أن يسمعه المأمومون فيكبرون بتكبيره ولا يدخلون في الصلاة قبله. نعم. فيكبرون بعد تكبيره ويحمدون بعد تسميعه ويسلمون بعد تسليمه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمد قولوا ربنا ولك الحمد، فيأتي بالتكبير بعد الإمام في سائر التكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال كلها بعد تكبيرة الإحرام، لا يسابقه ولا يوافقه، يعني يكبر معه بل يتأخر عنه. نعم. ويقتدي به في ذلك. نعم. فليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره ويحمدون بعد تسميعه ويسلمون بعد تسليمه. يحمدون يعني يقولون ربنا ولك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال ربنا ولك الحمد فقولوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. وليبلغ صوته لمن لا يراه من المأمومين فيعملون أو فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه، لا سيما إذا كان المأمومون كثيرين ولا يرون الإمام فيتابعون الصوت، يتابعون الصوت مهما بعدوا عنه ومهما كثروا يتابعون صوت الإمام. نعم. فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه. ولهذا أخبر الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ويسمع ويسلم. نعم. يجهر يعني يكبر يعني يجهر بالتكبير، ويسمع يعني بقول سمع الله لمن حمده، ويجهر بالتسليم
من أجل أن يتابعه من خلفه. نعم. ولهذا أخبر الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ويسمع ويسلم، ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا. لولا أنه جهر بذلك وسمعوه منه لما علموا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرتهم بعدهم عن الإمام. نعم. ألا ترى أنهم إنما علموا قراءته في السر بتحريك لحيته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر القراءة في النهار علموا أنه يقرأ من تحريك لحيته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والرواية عنه، حتى إنهم رووا تحريك لحيته صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك فأخبرهم أنه يقرأ سرا. نعم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ولم يسمع دعاء الافتتاح؟ أرأيت، يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول إذا كبر للإحرام سكت هنيهة ثم بعد ذلك يشرع في القراءة، قراءة الفاتحة، فأبو هريرة يسأله عما يقول في هذه الفترة، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، دعاء الاستفتاح المعروف. نعم. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ولم يسمع دعاء الافتتاح، وذلك بين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة ويسر دعاء الافتتاح. نعم، هذا يدل على أن دعاء الاستفتاح يكون سرا من الإمام ومن المأمومين في الليل والنهار. نعم. وقد جاء ذلك مصرحا به، فروى سعيد بن الحارث قال: صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع، وبعد أن قال سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك. فلما انصرف قيل له: قد اختلفت الناس على صلاتك. قد اختلفت الناس على صلاتك. فخرج. نعم، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وكبر، اسمعهم التكبيرات، اسمعهم التحميد، اسمعهم التسليم، وكان الأمراء يسرون هذه الأمور ولا يجهرون بها، فأبو سعيد أراد أن يبين السنة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولهذا قالوا اختلفت معك الناس، يعني الناس يسرون وأنت جهرت بالتكبير و... نعم، فما السر في هذا؟ أخبرهم أن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الأمراء خالفوا السنة. نعم. فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أبالي اختلفت صلاتهم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. نعم، وهذا يدل على وجوب تبليغ السنة إذا خفيت على الناس أو تركوها، أنها تبلغ لهم، ولا يسكت الإنسان على الخطأ. نعم. وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر هكذا، ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير، فصار بعض الناس يجهل السنة في جهر الإمام بالتكبير حتى اختلفوا على أبي سعيد. نعم، هذا هو السبب الذي من أجله استغربوا
من أبي سعيد رضي الله عنه الجهر بالتكبير، فسألوه عن ذلك فأخبرهم وأعلن للناس عند المنبر أن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبالي بأحد، لا يداري أحدا، وإنما يبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب على العلماء أن يفعلوا ذلك عند خفاء السنن وتركها. نعم. ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير، فصار بعض الناس يجهل السنة في جهر الإمام بالتكبير حتى اختلفوا على أبي سعيد. ولهذا لما صلى عمران خلف علي وجهر علي بالتكبير قال: قد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما صلى عمران بن حسين رضي الله عنه خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يجهر بالتكبير، كان علي يجهر بالتكبير، قال عمران: هذا أذكرني بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ كبر 22 تكبيرة. نعم. وعامة هذه الأحاديث إنما معناها كذلك صلاة عكرمة خلف شيخ كبر 22 تكبيرة. عكرمة لعله صاحب ابن عباس، عكرمة البربري مولى ابن عباس، وفي عكرمة بن أبي جهل صحابي، لكن ما أظنه يقصد عكرمة بن أبي جهل. نعم. وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهر، وهو الذي وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهر، وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء. نعم، عامة هذه الأحاديث كلها في موضوع مشروعية الجهر بالتكبير للإمام لأجل أن يسمعه المأمومون فيقتدوا به ويتابعوه، لو لم يسمعوا تكبيره لما تمكنوا من متابعته ولا اختلفوا عليه. نعم. وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهر، وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء كما سيأتي إن شاء الله بيانه. تركوه لجهلهم بالسنة. نعم. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤم الناس بالتكبير، يرفع صوته بالتكبير. كذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة الثاني عمر بن الخطاب، كان يعمل بهذه السنة، يجهر بالتكبير حتى يسمعه الناس. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن لكل شيء شعارا، وإن شعار الصلاة التكبير. شعار العلامة، الشعار معناها العلامة، فكل شيء له علامة، علامة قيام الصلاة التكبير. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن لكل شيء شعارا، وإن شعار الصلاة التكبير. رواه أبو نعيم الفضل ابن دكين في كتاب الصلاة. نعم، أبو نعيم رحمه الله من العلماء المشهورين، صاحب كتاب حلية الأولياء ومشهور، واسمه الفضل بن دكين. نعم. وشعار الشيء ما يشعر به، وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به، ما يعرف به. شعار الشيء ما يشعر به يعني ما يعرف به. نعم. وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به، ولا يكون الشعار إلا فيما يجهر به، لو كان خفيا سرا ما كان شعارا. نعم. فأما المأموم فالسنة في حقه، هذا الإمام، وأما المأموم فالسنة في حقه أن يسر التكبير. نعم. فأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر، ولا يجهر بذلك لئلا يشوش على من بجانبه، يشوش على الناس وعلى الإمام، فالمأموم يسر
القراءة ويسر التكبير ما عدا التأمين بعد الفاتحة، فإنه يجهر به المأموم والإمام، وما عدا ذلك فالمأموم يسر أقواله في الصلاة، لأنه لا حاجة إلى رفع صوته بذلك، ولأنه يشوش على من حوله. نعم. فأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر إلا التأمين والبسملة. إلا التأمين، يقول آمين بعد الفاتحة فيجهر بها الإمام والمأموم، وكذلك البسملة قبل الفاتحة هي ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة، والإتيان بها سنة ليست بواجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسمع منهم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان ليبين أنها سنة فلا بأس بذلك، يجهر بها بعض الأحيان. نعم. فأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر إلا التأمين والبسملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه إنما يصلي لنفسه فلا يحتاج إلى سماع غيره. يعني يخفي لأنه لا حاجة إلى الجهر، إلى جهره، خلاف الإمام فإنه يحتاج إلى جهره. نعم. وأفضل الذكر الخفي. أفضل الذكر، هذا حديث، أفضل الذكر الخفي، كأنك تخفي الذكر عن الناس ولا تجهر به، أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. نعم. بل يكره. وانكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. نعم. بل يكره له الجهر بذلك. نعم. بل يكره له الجهر. يكره له الجهر بالذكر، لأن هذا يشعر بالرياء ويؤذي الآخرين. نعم. بل يكره له الجهر بذلك كما يكره له الجهر بالقراءة، لأنه يغلط غيره من المصلين. كما يكره له الجهر بالقراءة بعد الفاتحة، وكذلك قراءة الفاتحة خلف الإمام والإمام يجهر، فإنه يغلط من بجانبه ويشوش عليهم، فالمأموم يقرأ سرا. نعم. كما يكره له الجهر بالقراءة لأنه يغلط غيره من المصلين، إلا أن يجهر بالكلمات أحيانا، كما إلا بعض الكلمات، يكون يجهر ببعض الكلمات أحيانا لا بأس، بعض يجهر بالآية أحيانا أو بالكلمة أحيانا لا بأس بهذا، لأنه لا يؤثر على أحد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة السر في النهار كان يسمعهم الآية أحياناً. نعم. كما يكره له الجهر بالقراءة لأنه يغلط غيره من المصلين، إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً، كما جهر المستفتح بقوله الله أكبر كبيراً. نعم. كما أنه في تكبيرة الإحرام إذا زاد عليها كبيرة الله أكبر كبيرة، لكن لا يجهر بقوله كبيرة، لما هذا يسره، نوع ذكر. نعم. إلا أن يجهر بالكلمات أحياناً كما جهر المستفتح بقوله الله أكبر كبيرة، وكما جهر العاطس بقوله ربنا ولك الحمد الحديث. الإنسان إذا عطس في الصلاة استحب له أن يحمد الله، ولكن لا يجهر بذلك. نعم. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مجملات وسيفصلها الشيخ رحمه الله في مواطنها،
في مواطنها من هذا الكتاب. نعم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجهر بالآية أحياناً في صلاة السر. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية في الصلاة السرية أحياناً لا دائماً، هذا يدل على الجواز. نعم. ولا فرق في ذلك ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره. لا فرق في أن المأموم يسر بين المؤذن وغيره، فالمؤذن يسر مثل ما يسر بقية المأمومين. نعم. ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره وبين من يقصد من المأمومين تبليغ غيره بصوته أو لا يقصد. نعم. فإن التبليغ عن الإمام المأمومين ليس عليهم تبليغ، التبليغ إنما هو بصوت الإمام، وإذا احتاج الإمام إلى من يبلغ عنه فإنه يجعل من يبلغ عنه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهو مريض صار أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس تكبيره. نعم. فدل على جواز اتخاذ المبلغ عند الحاجة. واليوم الحمد لله توفر مكبر الصوت، لا حاجة إلى وجود المبلغ، صوت الإمام يذهب مع مكبر الصوت يبلغ المأمومين. نعم. إنما إذا لم يكن هناك مكبر صوت والناس كثيرون فإنه يتخذ مبلغاً. نعم. فإن التبليغ على الإمام، ولهذا استحببنا له رفع الصوت. تبليغ من حق الإمام أنه يجعل مبلغ، أما المأموم فلا يجعل مبلغ، لا حاجة إلى هذا. نعم. فإن التبليغ على الإمام، ولهذا استحببنا له رفع الصوت وليس على المأموم تبليغ. نعم. والأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبلغ المأمومين التكبير بصوته صلى الله عليه وسلم، يجهر بصوته فيبلغهم إلا في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبلغ المأمومين التكبير، يدل على أن الإمام هو الذي يبلغ ولا يتخذ مبلغاً إلا عند الحاجة. نعم. ولم يكن خلفه أحد يبلغهم. نعم. فإن مثل هذا لو كان لنقل. نعم. لو كان المأموم يتخذ مبلغ لنقل هذا ولم ينقل هذا. نعم. فإن مثل هذا لو كان لنقل ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير. يعني لو صلى ناس كثيرون وقال بعض المأمومين يجهر يجي يبلغ المأمومين، هذا ما هو من شأن المأموم، ما هو هو اللي يبلغ، يبلغ الإمام بصوته أو بوجود مبلغ ينصبه الإمام ويختاره الإمام. نعم. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر. نعم. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك واستدلوا به على ذلك. ولم الصحابة ذكروا أن الرسول يجهر بصوته فيكفي في تبليغ المأمومين، ولو كان الرسول اتخذ مبلغاً لنقل ذلك إلا في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي. نعم. ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك واستدلوا به على ذلك، ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. لما صلوا خلفه وهو جالس، لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول استخلفه على الصلاة، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. في مرة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة
من المرض، فخرج وهم يصلون خلف أبي بكر، خرج وهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فالرسول دخل في موضع الإمام وصار عن يسار أبي بكر، صار عن يسار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر، وصار أبو بكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقتدي بالرسول بتكبيره، والناس يقتدون بتكبير أبي بكر، فكان أبو بكر مبلغاً. أدل هذا على جواز اتخاذ المبلغ عند الحاجة. نعم. ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين. هذا مسوغ اتخاذ المبلغ، اتخاذ الإمام من يبلغ، إذا صار صوته لا يبلغ المأمومين لكثرتهم أو لضعف الإمام ومرضه. نعم. فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين، إما لضعفه عن الجهر المبالغ بمرض أو كبر، نعم، أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين، يعني فيكون اتخاذ المبلغ يجوز لأمرين: إما ضعف المأموم، ضعف الإمام بالمرض أو الكبر، وإما لكثرة المصلين يحتاجون إلى أن يبلغهم صوت الإمام فيتخذ المبلغ. نعم. أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين، فيستحب أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم. لو عرض عارض ولم يسمع، والناس كثيرون ولم يسمع المأمومون صوت الإمام، فلا بأس أن أحد المأمومين يرفع صوته بالتكبير والانتقالات وإن لم يعهد إليه الإمام، لأن هذه حالة طارئة وحاجة عارضة فلا بأس. نعم. فيستحب أما المبلغ المستمر فلا بد من أن الإمام هو الذي يختاره. نعم. فيستحب أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم، لما روى جابر بن عبد الله عند الحاجة، يعني نعم، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي. نعم. وينبغي أن يبين التكبير. نعم. هذا صفة التكبير أن يبينه ولا يدغمه ويختصره، لا يختصره الإمام اختصارا مخلا ولا يمططه تمطيطا مخلا، بل يتوسط في ذلك. نعم. وربما إذا مططه تغير المعنى مثل ما يأتي. نعم. وينبغي أن يبين التكبير، الإمام يبين التكبير للناس، لا يلقيه بسرعة ولا يدغم بعضه في بعض. نعم. وينبغي أن يبين التكبير ويجزمه، يجزمه يعني يقطعه ولا يمده. بعض الأئمة يمد التكبير مدا طويلا وربما يخل بالمعنى كما يأتي. نعم. ويجزمه ولا يطوله، والجزم هو القطع. نعم. ولا يطوله ولا يمد في غير موضع المد، ولا يمد التكبير في غير موضع المد، في غير موضع المد.
مثل الله، هذا ما هو موضع مد، يقول الله أكبر، ولا يمد الباء فيقول أكبر كما يقول بعض المأمومين، لأن المعنى يتغير. إذا قال الله أكبر هذا ما هو موضع مد، الهمزة قبل الجلالة ما تمد، تحذف حذفا، فإذا مدها صار استفهام، كأنه يستفهم هل الله أكبر، يتغير المعنى. وكذلك إذا مد الباء قال أكبر صار تغير المعنى، لأن أكبر جمع كبر وهو الدف، فلا يمد الهمزة، لاحظوا لا يمد الهمزة قبل الجلالة ولا يمد الباء في أكبر، لأنه يتغير المعنى في الموضعين. نعم. قال أبو عبد الله ربما قال أبو عبد الله يعني أحمد رحمه الله، هذه كناية الإمام أحمد. نعم. قال أبو عبد الله ربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، إذا لم يكن له فقه، ربما طول في التكبير إذا لم يكن له فقه، يعني غير فقيه من العوام ولا من الذي القراء الذين ليس لهم فقه، فيطول في التكبير فيخل بالمعنى. نعم. قال أبو عبد الله ربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، وهذا محذور آخر. إذا طول الإمام التكبير والمأموم يجزمه فيفرغ المأموم من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فيكون المأموم قد سابق الإمام، تنبه لهذا. نعم. ربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبراً قبل الإمام. نعم، مسابقاً له، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فقد صار هذا مكبراً قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة. نعم، من سابق الإمام في التكبير يعني دخل في الصلاة قبل الإمام، إذا دخل في الصلاة قبل الإمام بطلت صلاته، وإذا كبرت تكبيرة الإحرام قبله فقد دخل في الصلاة قبل الإمام. نعم. ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له. نعم. قال الإمام أحمد له رسالة في صفة الصلاة، ربما تكون هذه الجملة منقولة منها، وهي رسالة قيمة، لأنه صلى مع قوم في مسجدهم فانتقد صلاتهم وكتب هذه الرسالة، رسالة الصلاة للإمام أحمد. نعم. قال بعض أصحابنا إن مد في غير موضع المد، مثل أن يمد بعض الهمزة من اسم الله فتصير همزة استفهام الله. نعم. أو يزيد ألفا بعد الباء من أكبر فتصير جمع كبر وهو الطبل. نعم. فارسي معرب، فيكون أخل بالمعنى في الموضعين ولا تصح تكبيرته، بالتالي لا تصح صلاته. نعم. وهو الطبل فارسي معرب الحرة، لأن المعنى يتغير به، لأن المعنى يتغير به مد الهمزة ومد الباء كما سمعتم، وأما الحرة أو الجرة هذه ما أدري. نعم. نعم. فصل يكفي، الله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجزئ قول الله الأكبر في تكبيرة الإحرام؟ لا، لا يزاد عليها ولا تغير، لا يقال الله الأكبر أو الله الكبير، أو ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر القائم، وبين هذا في النفل، في النفل ما هو في الفريضة، الفريضة ما يجزي القعود
مع القدرة على القيام، أما في النافلة فيجوز وإن كان قادرا على القيام لكن له نصف أجر القائم، هذا في النافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة إمامة لمجموعة من النساء فهل تجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة جهرية؟ نعم، إذا لم يسمعها إلا النساء تجهر بالقراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب ما لم يرد صارف منه إلى الوجوب؟ الأفعال نعم للاستحباب، أفعال الرسول للاستحباب، إلا إذا كانت تفسيراً للقرآن فإنها تكون للوجوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر المأموم بالتكبير وبالقراءة، نعم، إذا جهر المأموم بالتكبير والقراءة دائما فهل عليه شيء؟ إذا جهر المأموم بالتكبير والقراءة دائما فهل عليه شيء لأنه قد تعود على رفع الصوت؟ إيه نعم، يخل هذا بصلاته، يخل بصلاته ويؤذي من حوله ويشوش على الإمام، هذا لا يجوز. نعم. ولا يعود نفسه ذلك، ما يقول هذه عادتي، لا، غير العادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من صلى خلف إمام وكان الإمام يسرع في القيام والركوع والسجود حيث إنني لا أستطيع أن أقرأ أي شيء، هل يجوز أن أقطع صلاتي معه وهو لم ينتهي بعد وأصلي مع جماعة أخرى؟ لا، أكمل صلاتك، ولكن وإذا أكملت صلاتك معه تنبهه على ما حصل، فإن اعتدل وأتم الصلاة وإلا التمس إماماً آخر صلي معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام يسكت سكتة طويلة قبل أن يجهر بالفاتحة فهل لي أن أقرأ الفاتحة قبل قراءته وقبل جهره؟ لا بس، لا بس، لك أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، قبلها أو قبل قراءة الإمام أو بعده، لأن هذا لا يضر في السبق، هذا لا يضر في السبق مثل السبق بالتكبير أو السبق بالأفعال، الركوع قبلها والسجود قبلها، ما السبق بالقراءة ما يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله قم الليل إلا قليلا؟ نعم، كان النبي صلى كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا عليه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فكان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله نسخ في آخر سورة المزمل في قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس في صلاة الظهر أو العصر نسمعهم أحيانا يرتلون القراءة حتى بعض الناس في صلاة الظهر أو العصر نسمعهم أحيانا يرتلون القراءة حتى إن من بجانبهم يعرف ماذا يقرؤون، فهل فعلهم هذا مشروع؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أنهم يجهرون بالقراءة بما يشوش على المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن الإمام في الصلاة السرية يرفع صوته أحياناً ببعض الآيات ليسمعها المصلون؟ نعم، لا بأس بذلك، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون منه بعض الآيات أحياناً. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في كثير من المساجد وضع الكراسي للجلوس والصلاة عليها، فتساهل كثير من الناس في ركن القيام. يقول انتشر في مساجدنا وضع الكراسي للجلوس للصلاة عليها،
تساهل كثير من الناس في ذلك في ركن القيام، فنراهم يكبرون تكبيرة الإحرام وهم قيام، ثم يكملون صلاتهم على هذه الكراسي، فما حكم ذلك؟ هذه أمانة عندهم، إذا كان أنه ما يستطيع القيام وجلس على الكرسي لا بأس، أما إذا كان يستطيع القيام وجلس على الكرسي وهو يستطيع القيام فلا تصح صلاته، وهذا راجع إليهم، هم أدرى بأحوالهم، إحنا ما ندري عنهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتساهلوا في ركن القيام وهم يقدرون عليه في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أصيب الإمام بقدمه، لو أصيب الإمام في قدمه فلم يستطع القيام في الصلاة، فهل الأولى أن يؤم الناس وهو جالس أم يقدم غيره لإمامة الناس؟ وهل يصلي الناس خلفه؟ الإمام الراتب إذا عرض له مرض يرجى زواله فلا بأس أن يصلي بالناس وهو جالس، ويجلسون خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الأول الذي أصابه على أثر سقطة سقطها صلى الله عليه وسلم فتأثرت قدمه، فزاره الصحابة وحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وقاموا خلفه ثم أشار إليهم أن يجلسوا، فإذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يجلسون ولا يجوز لهم أن يقفوا، أما إذا صلى بهم واقفا ثم عرض له عارض فجلس من أجله فهم يتمون الصلاة قياما كما في صلاته بهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إذا كان الإمام عاجزا عن ركن من أركان الصلاة عجزا مستمرا ولا يرجى زواله فلا يجوز له أن يكون إماما للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المأموم يسر بالتكبير، فإذا كان مثلا في يوم الجمعة وانطفأ الكهرباء فهل للمأموم أن يجهر بالتكبير لأجل أن يسمع من وراء الإمام؟ هذه حالة عارضة، هذه قلنا حالة عارضة لا بأس، أن إذا انطفأ المكبر وخفي صوت الإمام أن أحد المأمومين يحتسب ويبلغ الناس التكبير والانتقال في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التأمين بعد الفاتحة في غير الصلاة؟ التأمين في الصلاة سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة، الصلاة الجهرية سواء كانت نافلة أو فريضة يجهرون بالتأمين، مثل صلاة التراويح، صلاة الكسوف يجهرون بالتأمين، صلاة الاستسقاء. نعم. وأما إذا كان في غير الصلاة الجهرية فإنهم يؤمنون لكن يسرون التكبير، الإمام والمأمومون يسرون بآمين في الصلاة السرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة أم لا يؤخذ إلا بالتواتر في هذا الباب؟ هذه عقيدة الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة اللي ينكرون أحاديث الصفات يقولون لأنها آحاد، هذا ضلال والعياذ بالله. إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يعمل به في العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لي الصلاة خلف الإمام؟ نعم. هل يجوز لي أن أصلي خلف الإمام وأنا وحدي في مصلى النساء؟ أعيد السؤال. هل يجوز لي أن أصلي خلف الإمام وأنا وحدي في مصلى النساء؟ يعني في المسجد؟ ما لا بأس، إذا كانت في المسجد لا بأس، لأن المرأة يجوز أن تصلي وحدها خلف الصف، هذا خاص بالمرأة يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قنوت رمضان لقول أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم لما زارهم في بيتهم صلاة نافلة، صلى وقام أنس ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، أم سليم أمه صلت خلفهم وحدها، والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على جواز أن المرأة تصلي وحدها خلف الصف حفاظاً على أنها عورة وفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن بعض الصحابة، هذا مما يدل دلالة واضحة على تحريم الاختلاط، إذا كان في الصلاة ما يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال تصلي خلفهم، فكيف تختلط بهم في الحفلات وفي المكاتب وفي الأسواق؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قنوت رمضان أنهم لا يقنتون إلا في النصف الأخير منه، فهل يعتبر هذا من السنن المهجورة في زمننا هذا فيشرع للإمام؟ لا، هذا يدل على أنه يجوز أنه ما يداوم على القنوت في كل ليالي رمضان، هذا جواز، وإذا داوم عليه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علينا عدم جهر الأمراء بالتكبير، فكيف كان يعلم من كان خلفهم صلاتهم حيث يحصل اضطراب؟ يرونهم. نعم، يرون الإمام رؤية عين، يقومون ويسجدون ويركعون رؤيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمراء الذين تركوا سنة الجهر بالتكبير والصحابة كانوا موجودين، ولماذا لم ينكر عليهم؟ أنكروا عليهم، ما سمعت الإنكار؟ أنكروا عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرمين الإمام يبلغ التكبير عن طريق المكبر ثم يردد أحد المؤذنين ويبلغ، فهل هذا مشروع؟ والله الحرم لسعته وكثرة المصلين والساحات وفي السطوح، الحرم له وضع خاص يحتاج إلى وجود المبلغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الزيادة في التسليم في الصلاة؟ فيقول: هل يجوز الزيادة في التسليم في الصلاة؟ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، العمل على السلام عليكم ورحمة الله، ولا يتابع الإنسان الشذوذات الأقوال الشاذة ويشوش على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أغمض عيني في الصلاة يأتيني الخشوع، ولكن إذا فتحتهما فإني أنشغل بالرسومات الموجودة في القطيفة، قد جربت ذلك أكثر. إيش؟ يشتغل بالرسومات الموجودة في القطيفة، وقد جربت هذا، فهل لي أو لي هل فعلي صحيح وهو التغميض؟ يكره تغميض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان لحاجة فيجوز. لا تنظر إلى السجادة، لا تنظر إلى السجادة ولا تغمض عينيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل بعض طلاب العلم بقوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، على أن الصلاة سبب للرزق، فهل ورد هذا وهل الاستدلال وجيه؟ ما في شك أن الصلاة سبب للرزق وسبب لكل خير، الطاعات سبب لكل خير، والصلاة هي أفضل الطاعات العملية، فهي سبب للرزق، ما في شك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في الحج، في المشاعر يجوز للإنسان يبيع ويشتري، فطلب الرزق مطلوب ومرغب فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام في حينا
يقنت كل فجر هذه الأيام ويدعو بدعاء قنوت رمضان: اللهم اهدنا فيمن هديت، ويطيل فيه، فهل فعله هذا مشروع وماذا ينبغي علينا؟ والله ما دام أنه ما فيه منع من هذا، ما فيه منع من هذا فلا بأس، لكن كونه يختصر الدعاء أو يخفف على المأمومين أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقنوت النوازل، هل يجوز تعيين الشخص في الدعاء عليه؟ لا، لا يعين الشخص، لكن يدعو على الظالم، على المعتدي، على لا يعين الشخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما توجيه فضيلتكم لإمام في كل صلاة وفي كل ركعة سرية، في كل صلاة سرية وفي كل ركعة يقترب من لاقط الصوت، يقول يقترب الإمام من لاقط الصوت في الصلاة في أثناء الركوع ويشوش علي في قراءتي وفي أثناء القيام في السرية حتى إنني أسمع غالب صلاته ودعائه، هل يجوز هذا الأمر؟ نبه وقل له: تراك تشوش على من خلفك، لا تقرب من المقربون. هذا الشيء يغفل عنه بعض الأئمة، يجعل فمه في اللاقطة يشوش على من، ويزيد الصوت يرتفع، يؤذي الناس في الصلاة، يؤثر على الأسماع، على الآذان. هذا لا يجوز، لا يجوز لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام جهر في قراءة الفاتحة سهوا في صلاة الظهر ثم تذكر فسكت، فهل عليه سجود سهو؟ يستحب له أنه يسجد، لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة بعض الآيات جهراً أحياناً في صلاة السر يكون خاصاً بالإمام أو يجوز للمأموم كذلك؟ يجوز للمأموم إلا إذا كان يشوش على من حوله، ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت وقرأت الفاتحة ولم أعلم هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، هل أقطع صلاتي وأكبر من جديد أم ماذا أصنع؟ إذا كان هذا معك دائم فهو وسواس، اتركه. أما إذا كان عرض لك وأنت ما عندك وسواس فإنك تأتي بتكبيرة الإحرام، لأنه ركن ولا بد من تيقن الإتيان بها. أما إذا كان هذا يدوم معك ويعرض لك، هذا وسواس، تتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مجموعة من النساء في مكان خاص بهن ودخل وقت الصلاة وهن لا يسمعن الأذان، فهل يصح أن تؤذن إحداهن؟ لا، يكفي أذان البلد لو ما سمعنه، يكفي أذان البلد لو ما سمعته. والمرأة لا تؤذن ولا تقيم، لا يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يصنع الإمام إذا أخطأ في آية ولم يعرفها ولم يرد عليه أحد من المأمومين، هل يقطع القراءة ويكبر ويركع أم ماذا يصنع؟ نعم، إذا ركع لا بأس، وإذا قرأ ما بعدها، إذا واصل القراءة وقرأ ما بعدها فلا بأس أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص دخل الصلاة بنية صلاة العصر وبعد التكبير تذكر أنه أراد أن يصلي صلاة الظهر لا صلاة العصر، هل يستمر في صلاته أم يبدأ؟ كيف؟ شخص دخل الصلاة بنية صلاة العصر وبعد تكبيره تذكر أنه أراد أن يصلي الظهر لا صلاة العصر، هل يستمر في صلاته؟ نعم. أراد، هذا معناه نوى صلاة الظهر، أراد معناه نوى صلاة الظهر، كيف يقول أراد يقول ما نوى؟ يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توضأ ولم يمسح أذنيه معتقدا أنها ليست من فروض الوضوء ثم صلى، فهل صلاته صحيحة؟ الأمر عليه سهل، يتوضأ يعيد الوضوء ويصلي من جديد، لأن مسح الأذنين داخلا وخارجا هذا واجب، لأنهما من الرأس، كما يجب عليه أن يمسح رأسه
يمسح أذنيه. نعم. وإلا كان لم يكمل مسح رأسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان أبو بكر قد ابتدأ الصلاة بالناس؟ نعم، هذا في آخر الأمر، في آخر الأمر نعم، جاء وهم يصلون فدخل وصار عن يسار أبي بكر وجلس عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: هل يؤخذ منه دليل على استخلاف الإمام عندما يخرج من الصلاة بسبب نقض وضوئه؟ نعم، هو يستخلف، لكن الأحوط إنه إذا سبقه الحدث وانتقض وضوءه إن الخليفة اللي بعده يأتي بالصلاة من أولها، يستأنفها من أولها، لأنها بطلت صلاة الإمام فلا يبنى عليها. وأما إذا خاف من الحدث ثم قدم من يصلي عنه قبل أن ينتقض وضوءه فلا حرج في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا شيخ كبير وعند التشهد الأخير لم يقرأ الصلاة الإبراهيمية، حيث كنت خلفه وكان يجهر بصوته أثناء التحيات، هل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ نعم، هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، لم يصلي، يعني لم يصلي على النبي، ولا لم يأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية. إذا كان صلى على النبي يكفي ولو لم يأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، أما إذا كان لم يصلي على النبي أصلاً قد ترك ركناً من أركان الصلاة فلا تجزيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حفظكم الله، هل من كلمة توجيهية للذين يتساهلون عن تكبيرة الإحرام وعن التبكير في الحضور إليها؟ لا شك أنهم فاتهم خير كثير، وربما إنهم يتساهلون في التأخير حتى تفوتهم الصلاة، لأن الشيطان يتدرج بهم فلا يعودوا أنفسهم التأخر، يبادرون للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلادنا قبور قد بنيت بالطوب الأحمر المحروق، وليس عندنا أي وسيلة أخرى إلا الدفن فيها، علماً بأن الأرض طينية وإذا حفرنا خرج الماء، يجوز أن ندفن موتانا في هذه القبور المبنية؟ لا بأس، لا بأس بذلك، لأنكم ما تجدون إلا هذا فلا بأس بذلك. ومسألة لا يكون في القبر شيء مسته النار من باب الكراهة، ما من باب التحريم، والكراهة تزول عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة يخالف في نبرة صوته عند التكبير للجلوس في التشهد تكون أطول من غيرها، فهل فعله هذا صحيح؟ لا تدققون على التدقيق هذا، إنه حذف التكبير لأجل يشير إلى الجلوس، بعض الناس يقوم يصير غافل ويقوم، فإذا غير صيغة تكبيرة الجلوس عن صيغة القيام فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حفظ صور ذوات الأرواح في جهاز الجوال؟ لا يجوز الاحتفاظ بالصور في أي مكان، ما يجوز الاحتفاظ بالصور إلا الصور الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان في مصالحه التي لا بد له منها، هذا للضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة مقيمة في هذه البلاد ولست من أهلها، توفي زوجي يوم الجمعة الماضي وأولادي وأهلي ببلدي وليسوا هنا، وليس لي إلا أخ لي وليس معه أهله، هل يجوز لي أن أسافر قبل انقضاء العدة، خاصة وأنه ليس لي من يعولني هنا؟ نعم، إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس تسافر، الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: امرأة فقيرة تصدق عليها من قبل امرأة أخرى بشاة مذبوحة،
وقالت لها خذي منها وتصدقي بالباقي على المحتاجين. المرأة الفقيرة وضعت اللحم تقول في الثلاجة، وتعطلت الثلاجة فتلف اللحم. سؤالها هل عليها ضمان لذلك اللحم؟ لا، لم تفرق، وهي لم تفرق، ليس هذا من فعلها، هذا تعطل الكهرباء وليس من فعلها، ليس عليها ضمان، ما على المحسنين من سبيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوج يريد أن يذهب بزوجته إلى بلاد أمريكا للإقامة هناك، لكن والد الزوجة يمنع ذلك إلا بفتوى من العلماء، فما القول في هذا؟ يجي الأبو للعلماء ويسألهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسبوق بركعة. نعم. مسبوق بركعة خلف إمام في صلاة الرباعية، فهل يصح للمسبوق أن يتورك في الرابعة بالنسبة للإمام التي هي ثالثة بالنسبة إليه؟ ما دام أنه ينتظر القيام فلا يتورك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عن الشيطان أنه قال صدقك وهو كذوب، هل صحيح أن في هذا دليل على جواز ما يسمى بمنهج الموازنات؟ كيف الموازنات؟ من الإجابة الموازنات؟ هذا الاصطلاح المحدث ما سمعناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يقول في الريح إذا هبت اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا؟ لم يثبت هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت من يقول إن قول صلى الله عليه وسلم لغير النبي إن ذلك جائز بشرط أن لا يتخذ شعارا له، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام أهل العلم. نعم، قالوا هذا، ذكره ابن كثير في تفسيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح بالنسبة لغسل الجمعة؟ هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب، ليس واجبا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.